مخطط جديد لبناء 150 وحدة استيطانية في بيت حنينة شمال القدس المحتلة. الاحتلال يهدم منزلا ومنشأتين في القدس المحتلة والأغوار الشمالية. وللمرة الثالثة الاحتلال يمدد اعتقال الزميل علي دار علي ويقمع وقفة تضامنية معه قرب معتقل عفر. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد السيد الرئيس محمود عباس على دور الشباب في بناء ركائز الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدا بالإنجازات التي حققوها في الوطن وخارجه. جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في رام الله وفد الملتقى التربوي الثقافي الفلسطيني الذي تنظمه اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، حيث رحب سيادته بالشباب القادمين من السويد والنرويج وهولندا وبريطانيا وتركيا والأردن ليتواصلوا مع أبناء شعبهم. أكد مجلس الوزراء أن قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل لاجئين الأونروا يأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط على القيادة لتمرير ما تسمى صفقة القرن. كما استهجن المجلس تهديدات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات للقيادة، موضحا أنها تدخل سافر في الشؤون الفلسطينية الداخلية ومحاولات مكشوفة لتطبيق الصفقة المشبوهة تحت ستار المشاريع الإنسانية والهدنة. مدينا القرار الأمريكي بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية مؤكدا أن هذا القرار يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئون أغلبية سكانه، ويأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط على القيادة لتمرير ما تسمى بصفقة القرن، مستنكرا في الوقت ذاته تصريحات رئيس بلدية الاحتلال في القدس التي أكد فيها عزمه تقديم خطة في القريب العاجل لوقف أنشطة الوكالة في القدس المحتلة وإغلاق جميع مؤسساتها بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات. إلى ذلك استنكر المجلس تهديدات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات لسيادة الرئيس محمود عباس، مستهجنا هذه التهديدات التي تشكل تدخلا سافرا في الشؤون الفلسطينية الداخلية ومحاولات مكشوفة لتطبيق صفقة القرن في قطاع غزة تحت ستار المشاريع الإنسانية والهدنة، محذرا من توقيع اتفاق هدنة منفرد مع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وتجاوز الشرعية الوطنية الفلسطينية، مما يعني تكريس الكيان السياسي المنفصل في قطاع غزة. استهجن مجلس الوزراء التهديدات التي أطلقها جيسون غرينبلات ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، وأدان واستنكر تلك التهديدات التي اعتبرها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الفلسطيني. وأكد مجلس الوزراء أن تلك التهديدات لها علاقة بمحاولة فرض صفقة القرن، وتلك الصفقة
الصفقات التصفوية بحق القضية الفلسطينية التي تقف القيادة الفلسطينية في مواجهتها كما يقف الشعب العربي الفلسطيني في مواجهتها أيضا. هذا وادان مجلس الوزراء عمليات الاستيطان الواسعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة بلغ حدا يجعل كل من يصمت عليه شريكا في كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الأرض والإنسان الفلسطيني، وهو ما تجسد جليا في القرار الأخير لما تسمى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، والذي يعتبر أن الاستيطان في أراض فلسطينية خاصة مسموح به إذا كان بحسن نية. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين. جدد رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله تأكيده على أن جهود الأمن مستدامة في حماية المواطنين وممتلكاتهم وفرض النظام العام، مشددا على أن لا أحد فوق القانون وعلى ملاحقة كافة الخارجين عن القانون والمروجين حتى تسليمهم للعدالة. جاء ذلك خلال اجتماع الحمد الله بمدراء عمليات المؤسسة الأمنية لبحث آخر التطورات الأمنية في المحافظات المختلفة، حيث اطلع على آخر التقارير الميدانية وجهود قوى الأمن في فرض النظام العام وحماية أمن المواطنين وتكريس حالة السلم الأهلي. كما بحث الحمد الله مع مدراء العمليات سبل تعزيز عمل الأمن في محاربة آفة المخدرات والسلاح غير الشرعي، إضافة إلى مكافحة عمليات التهريب لا سيما الوقود والإسمنت والتبغ. تبحث ما تسمى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس مخططا لبناء 150 وحدة استيطانية في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة. ويأتي هذا المخطط الاستيطاني تحت ذريعة البناء للمواطنين في البلدة وحل أزمة السكن، بينما ستخصص الوحدات الاستيطانية للمستوطنين بتخوم مستوطنة رمات شلومو قرب محطة القطار الخفيف. نظمت القوى الوطنية وقفة احتجاجية أمام البيت الأمريكي في رام الله، وذلك ردا على قرار واشنطن وقف دعمها لوكالة الأونروا. كما عقدت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة اجتماعا في مخيم الجلازون شمال مدينة رام الله، وذلك لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكي. ردا على قرار إدارة ترامب وقف المساعدات الأمريكية المقدمة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وتخليها عن التزاماتها الدولية بما تقره الشرعية الدولية خاصة في قضية القدس واللاجئين وقضايا الحل النهائي، نظمت القوى الوطنية والإسلامية وقفة أمام البيت الأمريكي احتجاجا وتنديدا بهذا القرار. نؤكد تمسكنا بحق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني، نرفض سياسة الإملاءات والاشتراطات، وبوابة السلام الاقتصادي لن تفضي إلى أي نتيجة، الولايات المتحدة ستخسر. ولبحث تداعياته الهادفة من ورائه الإدارة الأمريكية إلى الضغط على القيادة للقبول بالأمر الواقع وتمرير صفقة القرن المشبوهة، عقد رؤساء اللجان الشعبية بالمخيمات ودائرة شؤون اللاجئين وأمناء سر الأقاليم واتحاد العاملين في الأونروا اجتماعا نوقشت فيه سبل مواجهة هذا القرار. هناك العديد من الخطوات المستقبلية من ضمن نشاطات وفعاليات ولقاءات، وأيضا التوجه إلى دول العالم حتى تتحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني وحمايته وأيضا لوكالة الغوث. القيادة طالبت المجتمع الدولي والحكومات بالوقوف في وجه هذه المؤامرات الصهيونية وتأمين تمويل كاف ومستدام لاستمرار عمل الوكالة. يعني هناك مستويين للرد، أولا المستوى الرسمي للقيادة الفلسطينية وتحدث فيه الرئيس محمود عباس أبو مازن واللجنة التنفيذية رفض مثل هذه المساعدات والتفكير في إيجاد دعم مالي وسياسي مستدام من خلال انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الأيام القادمة ومن خلال الإعداد الجيد للدول المانحة في نهاية الشهر وخطاب السيد الرئيس في الأمم المتحدة. جاء عندما اعتبر فقط اللاجئ الفلسطيني هو من ولد بفلسطين وبدأ تجفيف موارد وكالة الغوث الدولية. احنا بنقول قضية اللاجئين قضية موجودة منذ أكثر من 70 عاما مرتبطة بقرار في الأمم المتحدة، لذلك في الحال قضية اللاجئين هي فقط في العودة.
هذا وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال وقف المساعدات إلى شطب حق العودة وتقرير المصير وتحديد صفة اللاجئ وحصر العدد بنصف مليون، متجاهلة حقيقة أن إنهاء عمل الأونروا لا يأتي إلا بعد حل عادل لقضية اللاجئين. تحاول الإدارة الأمريكية التي تتبنى وجهة نظر احتلالية ضرب القضية الفلسطينية ما يتطلب خطة عمل لمواجهة ذلك حماية لثوابتنا الوطنية. من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين. إلى ذلك أكد أبناء شعبنا في مخيم شعفات شمال شرق القدس المحتلة رفضهم المس بقضية اللاجئين واستهداف حقوقهم، وذلك بعد قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. 80,000 لاجئ فلسطيني يعيشون في مخيم شعفات للاجئين شمال شرق القدس المحتلة، يكابدون سياسات الاحتلال الإقصائية وعنصريته المتمثلة بهذا الجدار وغيره. اليوم تشن ضدهم وضد عموم اللاجئين هجمة استهداف جديدة بعد قرار الإدارة الأمريكية وقف المساهمة المالية في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. نحن كسكان مخيم شعفات كلاجئين أصليين نحلم بالعودة، هذا بالنسبة لنا يعني لا يغير شيء، لأننا ندرك أننا نحن أصحاب هذا المكان، فبالتالي سنحافظ، سنبقى هنا، سنواجه هذه السياسة. وأنا أقول لك أن هذه السياسة ليست جديدة، أنا كوني بنت المخيم وما زلت أعيش في المخيم أرى حجم التقليصات التي يعني إسرائيل ضغطت على الأونروا. هناك اجتماع لكل مخيمات الضفة الغربية، هناك اجتماع أيضا لكل تنظيم حركة فتح مع المخيمات، مع لجان المخيمات ومؤسسات المخيمات، لنخرج بخطة كيف نواجه هذا المحتل. قرار الإدارة الأمريكية يترافق مع تصريحات ما يسمى رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، الذي أكد عزمه تقديم خطط في القريب العاجل لوقف أنشطة الأونروا في القدس من خدمات صحية وتعليمية، ما لاقى امتعاض لاجئي القدس. أنا كلاجئ بأثر علي، أنا بطلت أخذ خدمات من الوكالة بالمرة، يعني أزود ما هنالك أنا بأخذ بس بدأ بعلموني أولادي بس، غير هيك بعطونيش، مع أنه أنا كنت أخذ مونة، كنت أخذ شؤون اجتماعية، كنت أشتغل مال مقابل العمل، هذا كله وقفوه، بطلنا نأخذ من المرة. يعي اللاجئون أن وقف تمويل الأونروا لا يعني استهداف مبان لمدارس وعيادات وحجارة، بل استهدافا للاجئين وقضيتهم وحقوقهم بالعودة وتقرير المصير. تتوالى ردود الفعل المنددة بقرار واشنطن وقف تمويل الأونروا وهنا في القدس، كما تصدى المقدسيون لقرار نقل السفارة الأمريكية، يتصدون أيضا للمس بحقوقهم وثوابت قضيتهم. من مخيم شعفات للاجئين، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، القدس المحتلة. تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بقرار الإدارة الأمريكية وقفها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري طارق رضوان، قال إن قرار إدارة ترامب يمثل إعلانا عن انتهاء دورها كراع لعملية السلام بعد محاولتها الأخيرة لوأد القضية الفلسطينية، وذلك بنقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل. من جانبها اعتبرت الخارجية العراقية أن القرار يمثل خيبة كبيرة لجهود السلام التي يسعى إليها المجتمع الدولي في سبيل إنصاف الشعب الفلسطيني وحل قضيته العادلة. ميدانيا استكمل المستوطنون استيلاءهم على منزل عائلة الزعتري في البلدة القديمة من الخليل، والذي تم السيطرة عليه في وقت سابق بإدخال شاحنات أثاث إليه بحماية جيش الاحتلال. وعود مسامي والتفاصيل. يتمركز هؤلاء الجنود أمام منزل عائلة الزعتري في البلدة القديمة من مدينة الخليل لحراسة مجموعة من المستوطنين المتطرفين الذين استولوا على المنزل قبل أشهر عدة وانتزعوه بالقوة من أصحابه.
وأمام مرأى جنود الاحتلال أدخل المستوطنون شاحنات تحمل كميات كبيرة من الأثاث لتكريس استيلائهم على المنزل الكائن بحي السهلة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف. تم الاستيلاء على هذا البيت في شهر 3 من هذا العام، ولكن ما تم بالأمس هو إدخال مزيد من الأثاث إلى هذا المنزل. الجدير بالذكر أننا يعني نلاحق هذا الموضوع كلجنة إعمار الخليل من خلال الوحدة القانونية التابعة لجنة إعمار الخليل، نتابع مع المالكين موضوع استيلاء المستوطنين على هذا المنزل، وهناك قضية في المحاكم بهذا الخصوص. منزل عائلة الزعتري بناية مكونة من 5 شقق، تؤكد العائلة أن المستوطنين زوروا وثائق للتمكن من السيطرة عليها، وهي السياسة ذاتها التي لجأ إليها المستوطنون للسيطرة على منازل أخرى. هناك تناغم ما بين سلطات الاحتلال والمستوطنين. سلطات الاحتلال تقوم بمنع المواطنين الفلسطينيين من عبور هذا الشارع وشارع الشهداء ومنطقة الحسبة وسوق الذهب. هذه مناطق أصبحت محرمة على الفلسطيني وهي مستباحة من قبل المستوطنين. هناك العديد من الاعتداءات التي نعلمها والتي قد نكون لا نعلمها داخل هذه المنطقة المغتصبة. سيطرة المستوطنين على المنزل تأتي ضمن خطة الاستيلاء الجارية على المنطقة بأكملها لتهويدها واحتلال منازلها وطرد المواطنين من أملاكهم لتوسيع البقعة الاستيطانية التي تنخر قلب البلدة القديمة في الخليل. هذا البيت الفلسطيني داخل البلدة القديمة النابضة بالعروبة أمس اليوم بيتا يسكنه المستوطنون المتطرفون منتزعينه من أصحابه ليكملوا مسلسل الاستيطان والتهويد بكل أشكاله. من البلدة القديمة في مدينة الخليل، وعود مسامي، تلفزيون فلسطين. هدمت سلطات الاحتلال منزلا يعود للمواطن صالح فهدات في حي فهدات ببلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة، وشردت عائلته المكونة من 5 أفراد. هذا وكان الاحتلال هدم صباح اليوم منشأة لتربية الأغنام تعود ملكيتها للمواطن محمد الصريعة، وذلك بحجة عدم الترخيص. إلى ذلك، استولت قوات الاحتلال على مسكن أحد المواطنين في خربة حمص تحت بالأغوار الشمالية. وقال مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وشرعت بتفكيك كرفان يستخدم كمسكن لأحد المواطنين بحجة عدم الترخيص. في موضوع آخر، أجلت محكمة الاحتلال في معتقل عوفر محاكمة الزميل علي دار علي مراسل تلفزيون فلسطين في رام الله، وذلك حتى 12 للمرة الثالثة، وذلك للمرة الثالثة. هذا وأصيب عدد من الصحفيين خلال قمع قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع الزميل علي دار علي قرب معتقل عوفر غرب رام الله، نظمتها نقابة الصحفيين والمكتب الحركي لموظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون. المزيد مع رايا شتاوي. هذا المشهد ليس بالجديد على الاحتلال الذي يضرب بقبضة من حديد لقمع وترهيب من يحاول أن يفضح جرائمه وممارساته. فأثناء مشاركة العشرات من الزملاء والزميلات من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي وعدد من ممثلي وسائل الإعلام ونقابة الصحفيين في الوقفة التضامنية التي نظمها المكتب الحركي في الهيئة مع الزميل المراسل علي دار علي أمام سجن عوفر الاحتلالي، سارعت قوات الاحتلال بقمع هذه الوقفة بوابلة من القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة العديد من الزملاء بحالات اختناق. جئنا اليوم باسم المكتب الحركي في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ونقابة الصحفيين لنقول صوتنا أمام هذا الاحتلال الإجرامي. نحن مع علي دار علي، نحن ضد الاعتقال الذي يمارسه الاحتلال بحق شعبنا وبحق صحفينا وباعتقالهم للزميل علي دار علي صاحب البصمة في العمل الإعلامي الوطني. حتما لن يستطيعوا حجب صورتنا ولن يستطيعوا إسكات صوتنا الذي يفضح ممارساتهم الفاشية بحق شعبنا الفلسطيني. سلطات الاحتلال كانت من المفترض أن تجري محاكمة للزميل علي دار علي هذا اليوم، لكنها أجلتها للمرة الثالثة على التوالي. فزوجة الزميل علي كانت هناك ونقلت لنا المشهد. اليوم كانت محكمة علي وتم تأجيل المحكمة ل 12/9/2018
تقريبا بعد اسبوع. طبعا بنحب نشكر كل حدا تضامن مع علي، معنوياته علي جدا عاليه، وبنحب نشكر كل حدا تضامن مع علي او شارك ولو بشيء بسيط او حتى بوقفه مع علي، وان شاء الله يكون الفرج القريب له لجميع الأسرة. هذا الاستهداف للإعلام الرسمي وطواقمه يأتي في إطار حملة ممنهجة يشنها الاحتلال لمنعهما من فضح جرائمه، حيث تسارعت وتيرة هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة. نحن هنا من أجل التضامن والوقوف إلى جانب زميلنا وأخونا علي دار علي، ومن أجل أن نقول له بأنه ليس وحيدا، وبأننا كمؤسسة في الإعلام الرسمي الفلسطيني والإعلام الفلسطيني بشكل عام نحن وإياه في ذات المعركة وفي ذات الخندق، وبأن هذه الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين مهما كانت ومهما عظمت فإنها لن تستطيع من أن ترهبنا أو أن تجعلنا نتراجع عن القيام بمهمتنا الوطنية وبواجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني. أولا، هذه سياسة احتلالية إسرائيلية رسمية، الحكومة الإسرائيلية هي التي تقرها ضد الإعلام الفلسطيني، لا تريد إعلام فلسطيني قوي ولا تريد أي أصلا وجود إعلام فلسطيني، لأنها تريد أن تبقى متحكمة برواية التضليل للرأي العام الدولي والكذب والتزوير للحقيقة، ولذلك هي تستهدف أول ما تستهدف الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية، تلفزيون فلسطين يعني في قائمة الأهداف الرئيسية للاحتلال الإسرائيلي. علي دار علي الزميل الصحفي مراسل تلفزيون فلسطين، من كانت له البصمة الواضحة في العمل الصحفي ونقل الرواية الفلسطينية، اعتقلته قوات الاحتلال في 15 من الشهر الماضي. استهداف ممنهج للإعلام الرسمي والطواقم الصحفية من أجل تغييب الرواية الفلسطينية هو خرق للمواثيق والمعاهدات الدولية التي يضرب بها الاحتلال عرض الحائط ويكرس سياسته العنصرية ضد كل ما هو فلسطيني. من أمام حاجز عوفر الاحتلالي، رايا شتاوي، تلفزيون فلسطين. في إطار مواجهة التوسع الاستيطاني وسياسة مصادرة الأراضي، تعمل مديرية الزراعة في محافظة قلقيلية على تنفيذ مشاريع استصلاحية للأراضي المحاذية للجدار والمستوطنات. أنا للجدع والمزيد. في إطار مواجهة التوسع الاستيطاني وسياسة مصادرة الأراضي، تعمل مديرية الزراعة في محافظة قلقيلية على تنفيذ عدة مشاريع استصلاحية للأراضي المحاذية للجدار والمستوطنات. طبعا هاي المشاريع بهدفها الأساسي تعزيز صمود المزارع وثباته في أرضه من خلال استصلاح أرضه وزراعته. إضافة لهيك احنا شايفين هذه المنطقة احنا بنهدف في مشاريع اللي هي مشاريع متكاملة، كمان اللي مشروع تكون استصلاح الأراضي وكمان عمل مشاريع مياه. شايفين في هذه المنطقة في عنا كذا خزان وكذا ومساحة وأطوال ضخمة من خطوط المياه. أكثر من 1200 دنم في بلدة جيوس أنجز جزء منها، ويجري العمل على الجزء الآخر، وسط ترحيب كبير من المزارعين الذين وجدوا في هذه المشاريع فرصة لإعادة زراعة الأرض وتوفير فرص عمل ومصدر دخل للمواطنين. فالاستصلاح هو بحد من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية أينما كان، وخاصة أمام البؤر الاستيطانية اللي بتنشأ جديد. إحنا واجبنا كفلسطينيين تعمير هذه الأراضي وتشجيرها وتكون أرض خضراء، بحيث نمنع أي امتداد أو أي عين تنظر لها من قبل الاحتلال على أنها أرض مهجورة أو أرض غير مستصلحة. فإحنا لازم دائما نعمل على أنه دب الحياة في هذه الأرض. مشروع استصلاح الأراضي طبعا أول شيء استثمرنا، هذا استثمار في الأرض، واستثمار أنه أوجدنا فرص عمل لناس بكت كاعدة زرعوا وعملوا بيوت بلاستيك اللي استصلحوها وزرعوا أشجار مثمرة. وتشكل مشاريع الاستصلاح فرصة حقيقية للمحافظة على الأرض، وسط تنامي المشاريع الاستيطانية التي تهدد الوجود الفلسطيني بأكمله على هذه الأرض، وضحض الرواية الإسرائيلية عند مصادرة الأراضي بأنها غير مزروعة. عمليات الاستصلاح هنا أعادت الحياة من جديد لهذه الأراضي التي يتهددها الاستيطان، حيث ستشكل سلة غذائية للمحافظة. من بلدة جيوس شرق قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين. اعتقلت قوات الاحتلال 27 مواطنا من عدد من المحافظات الشمالية،
أفاد مراسلون بأن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في بلدات وقرى عدة من محافظات نابلس والخليل وطول كرم والقدس المحتلة قبل أن تعتقل المواطنين 27. في شأن آخر، رفضت وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني الطلبات والتوجهات الإسرائيلية لمنع لقائها مع وفد القائمة العربية المشتركة. وأوضح مكتب موغيريني أنها ستجتمع مع الوفد وستناقش معه قضايا تتعلق بالمواطنين داخل أراضي 48. هذا ووصل وفد القائمة المشتركة إلى بروكسل بهدف حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ضد قانون القومية العنصري. في الشأن الدولي، أعلنت السلطات اليابانية أن إعصارا قويا يتوقع أن يكون الأعنف منذ ربع قرن سيضرب وسط غرب البلاد اليوم، ترافقه رياح قد تصل سرعتها إلى 220 كيلومترا في الساعة. مزيد من التفاصيل مع هدي الشوامري. إعصار هو الأقوى من نوعه منذ ربع قرن تستعد اليابان لمواجهته. هذا ما أعلنت عنه السلطات اليابانية، أن إعصارا يتوقع أن يكون الأعنف في الأرخبيل الذي يشكل دولة اليابان والذي يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي على شكل هلال. الأرصاد الجوية اليابانية قالت إن جيبي، وهو الإعصار 21 في موسم الأعاصير في آسيا، دخل صباح اليوم قبالة الساحل الجنوبي للأرخبيل ويواصل مساره باتجاه البر الياباني الذي يتوقع أن يدخله خلال اليوم. الإعصار الضخم سيضرب بكل قواه غرب الأرخبيل ووسطه، ترافقه رياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 220 كيلومترا في الساعة، ويرجح أن تؤثر على دائرة واسعة للغاية لتشمل طوكيو بأسرها، على الرغم من أن العاصمة تقع إلى الشرق من عين الإعصار. هذا وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن الإعصار سيتسبب بهطول أمطار غزيرة وأمواج عاتية، الأمر الذي يتطلب من سكان المناطق المهددة بالفيضانات أو تلك التي قد تتعرض لانزلاقات أتربة الالتزام بتعليمات إخلاء هذه المناطق حالما تصدر أوامر بهذا الشأن. شركات الطيران من جهتها أعلنت في إجراء احترازي أنها ألغت أكثر من 500 رحلة جوية، في حين تم تعليق عمل العديد من خطوط السكك الحديدية. كما تشهد اليابان سنويا العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف، لكن جيبي يتميز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة، مما يعني أنه قد يتسبب بأضرار جسيمة ولا سيما في شرق الأرخبيل الذي ما يزال يعاني من الدمار الشديد الذي نجم في مطلع تموز يوليو عن فيضانات وانهيارات أرضية مهولة. هدي الشوامرة، تلفزيون فلسطين. قبل الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. مخطط جديد لبناء 150 وحدة استيطانية في بيت حنينة شمال القدس المحتلة. الاحتلال يهدم منزلا ومنشأتين في القدس المحتلة والأغوار الشمالية. وللمرة الثالثة، الاحتلال يمدد اعتقال الزميل علي دار علي ويقمع وقفة تضامنية معه قرب معتقل عفر. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أشكر لكم دائما طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.